يا مساء الرضا والسعادة لكم متابعينا ومتابعين شركتنا شركة مجمع الشامل. اليوم تغطيتنا راح تكون مميزة من فرعنا في خميس مشهد في حي الخالدية، وراح نبدأها من القسم الراقي المخفض. وشوفوا معانا جديدنا اللي توفر عندنا في القسم الراقي، نظارات حافظة للحرارة بأشكال جدا جميلة وألوان مميزة، وراح تاخذوا سعر القطع بسعر 27 ريال فقط شامل لسعر الضريبة. متوفر عندنا أيضا براريد الغضار بأشكال مختلفة أو بألوان مختلفة، راح تاخذوا أسعارها من 54 إلى 55 ريال فقط شامل لسعر الضريبة. الأشكال الجميلة والأنيقة هذه الحين وقتها في الشتاء لا تفوتوها، وأسعارها جدا جميلة، راح تاخذوها بسعر 54 ريال فقط شامل لسعر الضريبة. طبعا زي ما كلكم عارفين الأناقة في مجمع الشامل ما لها حدود. شوفوا معانا البراريد اللي توفرت عندنا، أشكالها جدا أنيقة وجميلة وتواجه، راح تاخذوا أسعارها بأسعار جدا جميلة. سعر البراد الواحد 57 ريال إلى 67 ريال. المحبين الستايلات الجميلة هذه توفرت عندنا الصواني والخوص بأشكال جدا جميلة وتشكيلتها واسعة ومميزة، وراح أوريكم بعضها مع الأسعار. وشوفوا معي الشكل الثاني المستطيل، شكلها جدا جميل. وخلوني أوريكم فخامة السخانات اللي توفرت عندنا بالطراز الشعبي وباللون الأزرق الجميل. شوفوا معي سخان للبراد، شكلها جدا جميلة، وراح تاخذوها بسعر 26 ريال فقط شامل لسعر الضريبة. توفرت عندنا فرامة الخضار بالشكل هذا بشفرتين حادة، وراح تاخذوا سعرها ب21 ريال، راح اوريكم فيديو توضيحي له. I believe in someone, but I don't believe in people who speak to me. وخلوني أوريكم جديدنا في قسم التحف. وصلتنا التشكيلة جدا مميزة من الفازات، أشكالها جميلة زي ما أنتم شايفين، راح تأخذوا أسعارها تتراوح من 18 ريال إلى 30 ريال فقط شامل لسعر الطريق. والعشاق القهوة راح تنبسطوا على المنتجات الجديدة اللي وفرناها لكم، حامل الكبسولات بمختلف أنواعها وأشكالها جدا جميلة، ومتوفر بعدة ألوان في الذهبي والأسود والفضي للكبسولات بعدة أنواعها، راح تأخذوا أسعارها تراوح من 34 إلى 70 ريال.
اللي توفرت لعيونكم. شوف معي هنا شكل الغزال، وهنا بثيم الحروف العربية، أشكال جدا جميلة وفخمة وتستاهل ذوقكم الرفيع. راح تاخذ القطعتين بسعر 5 ريال و75 هللة. معي جمال اللون الموف بثيم الخيل، صراحة كل شكل أجمل من الثاني. شوف معي جمال التفاصيل جدا أنيقة، ما أحكي لكم عن جمال السعر، ما راح تلاقوه في أي مكان بنفس السعر المميز اللي نوفره لكم في مجمع الشامل. صارت عندنا أيضا الأكواب الأكثر طلبا والأكثر مبيعا، الأكواب الملونة متوفرة عندنا بأربع ألوان مميزة. وراح تاخذ المغلف القطعتين، الفنجان مع الصحن سعر 5 ريال و75 هللة بس. شوفوا معي جمال اللون الأصفر جدا فخم. جايينكم اليوم بعروض خيالية ونارية من القسم المخفض في قسم الملابس، لفرات شتوية وتشكيلتها جدا واسعة وقماشها وجودتها عالية. راح تاخذ سعر البلوفر بسعر 22 ريال فقط شامل لسعر الضريبة. في عندنا كمان بلوفرات السادة طبعا تنفع نسائي ورجالي، وأيضا راح تاخذوها بنفس السعر المميز سعر 22 ريال فقط شامل لسعر الضريبة، وراح أوريكم بعضها بالتفصيل. وعندنا أيضا جاكيتات الرجالية تشكيلتها جدا واسعة وأسعارها تتراوح من 70 إلى 82 ريال، ومتوفرة بأشكال وألوان مختلفة وأسعارها تتراوح من 105 إلى 112 ريال فقط. وعشان خاطر عيون أجمل عملاء وفرنا لكم الستاير اللي طلبتوها بأشكال جدا متعددة، في بالقماش الدانتيل والشيفون وأيضا المخمل الجميل. وراح تاخذوا سعر الستارة الوحدة بسعر 63 ريال فقط شامل الضريبة. قمشتها جدا روعة وجودتها عالية ومتوفرة بعدة ألوان، في عندها الرصاصي والأبيض والبيج وأيضا الوردي. مقاساتها 140 × 260 سنتي. عروضنا ما زالت مستمرة على البجايم الشتوية الرجالية، بجايم بايونير راح تاخذوها بالشكل هذا المغلف في قطعتين بسعر 5 ريال و75 هللة بس. وهنا الفنايل برضه الشتوية وعليها عرض مميز ب3 ريال فقط شامل الضريبة، متوفرة بعدة مقاسات. توفرت عندنا أيضا تشكيلة مميزة من السليبرات الجميلة وألوانها جدا زاهية زي ما أنتم شايفين، راح تاخذوها بسعر 5 ريال و75 هللة. طبعا مقاساتها من مقاس 30 إلى 35. والسليبرات النسائية أيضا متوفرة عندنا تشكيلة جدا واسعة منها وجميلة جدا، وراح تاخذوها بسعر 5 ريال و75 هللة بس. وأخيرا وبعد طول انتظار توفرت عندنا صحون الكرافت بأشكالها ومقاساتها المتعددة، وراح تاخذ سعر المغلف بسعر 5 ريال و75 هللة. يحتوي على 6 قطع إلى 15 قطع. عندنا التشكيلة الثانية اللي بغطى، وأيضا راح تاخذ المغلف في 3 إلى 6 قطع بسعر 5 ريال و75 هللة. عندنا أيضا العلب الكبيرة هذه، أشكالها جدا جميلة وعبواتها مرة توفيرية للأسر المنتجة ولأصحاب المشاريع الصغيرة. وفرنا لكم العلب البلاستيكية بعدة مقاسات وأيضا بغطاء وعبوات جدا توفيرية، وأيضا تنفع لطلعاتكم السريعة. المغلف يحتوي على 3 قطع بسعر 5 ريال و75 هللة. نختم معكم تغطيتنا من قسم الحلويات، وفرت عندنا تشكيلة مميزة من العصيرات الراني والفمتو وأيضا البربكان، ورح تأخذ سعر 3 حبات بسعر 5 ريال و75 هللة. ما قدرت ما أوريكم الجمال اللي توفر معنا اليوم من الفخاريات، أشكال جدا جميلة راح تاخذها بسعر 5 ريال و75 هللة بس. راح تاخذها بسعر جدا خرافي بسعر 5 ريال و75 هللة بس للقطعة. شوف معي كيف جمال الأشكال. ومن قسم الألعاب توفرت عندنا الحصالات المعدنية بالحجم الكبير اللي كلكم طلبتونا نوفرها، أشكالها جدا لطيفة للأطفال، وراح تاخذ سعر القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة بس.